مسحت مرة عرب مرة مختلفة مع المغرب فلم يباتوا فيها ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهي بعد المغرب دليل ورموا الجماعة وذهب وقصروا وذهبوا فطاروا ما حكمه؟ سألوا ولا ما سألوا؟ ما سألوا غلط هذا. كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم، عليهم يعيدوا الطواف والسعي، وعليهم دمعا رمي الجمار قبل نصف الليل، وعليهم دمعا ترك المزدلفة، عندما حدوهم عن ترك المزدلفة والثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل إذا كان ما رموا يوم العيد، لكن ما عادوا الرمي، وعليهم أن يعيدوا الطواف والسعي. والفدي اللي ذبحوه بالليل كذلك. نعم الهدي ذبحه بالليل. وشو فدي؟ الهدي فديهم. نعم فدي التمتع يعني. نعم ليلة 11 ذبحه. نعم ليلة 11 ليلة العاشر قبل العيد. قبل العيد واصبح العيد قبل العيد. قبل العيد نعم ليلة عرفة. نعم يعيدون أيضا. نعم.